إن الازدهار الذي وصل إليه الفن الإسلامي عبر العصور يبقى مصدر إلهام لفناننا المحلي، يستقي منه أشكاله البديعة مدخلا عليها ما يراه مناسبا من الابتكار والتجديد، حتى تأتي ملائمة أذواق أبناء مجتمعه ومنسجمة مع المفاهيم الجمالية المعاصرة. إن هذا البلد الذي ساهم إلى حد كبير في تطور الإنسانية بالأمس من خلال عطاءاته الفنية والثقافية لا زال قادرا على الإبداع والتجديد، وسيبقى مصدر وحي وينبوع إلهام لكثير من الأجيال القادمة.